الأفكار المتطرفة وتأثيرها على المجتمع، هذا ما سنناقشه مع السيد رحيم أبو رغيف المفكر العراقي. أهلا بك سيد، ورغم أننا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إلا أننا سنقول لك كل عام وأنت بخير. سيد رحيم، يعني بداية، ما هي مخاطر هذه الرسالة التي اعتبرت بأنها خطيرة على لسان رجل أو شخص يرتدي ثوب رجل دين، وما هي المخاطر العقائدية التي قد ينطوي عليها مثل هذا الأمر؟ وأنت تعرف أن بالعراق خصوصية معينة، هناك الكثير من المريدين من المجتهدين والمؤيدين، كيف نستطيع التمييز بين الخلط لو حصل بين الصح والخطأ؟ شكرا لك أستاذ سعيد، تحياتي لك. لا شك أن هذه القضية بكل تأكيد هي خطيرة، لأن الفساد العقدي إذا جاز التعبير لا يقل خطرا عن الفساد السياسي أو سائر أنماط الفساد، لأن فساد العقيدة ترتب عليها آثار خطيرة في المجتمع. لذلك تصدى المفكرون والتنويريون إلى ضرورة بيان وتفكيك الإشكاليات المتعلقة بالفساد الفكري والفساد العقدي. واليوم في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، باعتقادي قضية لا تحتاج إلى نظرية مؤامرة، قضية كتب فيها الفقهاء والعلماء وأصحاب السير بشكل واضح، وقضية لا تحتاج إلى مؤامرة ولا تحتاج إلى تأويل بقدر ما هي قضية واضحة. فضلا عن ذلك، يعني سماحة السيد مقتدى الصدر تعامل مع الموضوع بحسم وحزم من هذه الناحية، وعندما أصدر هذه التغريدة يعني وقف بها بشكل مسؤول على عدم السماح لتفاقم هذا الوضع الخطير، وعدم السماح لمثل هذه الدعوات التي لا أصل لها في العقيدة السليمة عند جمهور المسلمين فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي المنتظر. قضية الإمام المهدي ليس خافية على أحد، قضية معروفة، ولا أعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من التأويلات ومزيد من التفسيرات، خصوصا وأن المقومات المتعلقة بهذا الظهور وعدم الظهور واضحة، وعلامات الظهور التي بينها وأوردها الفقهاء والمفسرون والمؤرخون وأصحاب السير أيضا واضحة. لذلك باعتقادي هذا الفراغ، فراغ الوعي، دائما عندما يجتاح التجهيل المجتمعات، وعندما تعاني المجتمعات من فراغ في الوعي، فراغ في الجانب الثقافي، من الطبيعي جدا أن تستولي الأساطير وأن تستولي الميثولوجيا ومثل هذه الأفكار على تفكير بعض الناس، وهذه من الأفكار التي استولت عليهم. وإلا للسيد الشهيد والد السيد مقتدى الصدر، وهو صاحب موسوعة المهدي، وقد بينها بنحو واضح، من يراجع الموسوعة التي ألفها وصدرت عن للسيد محمد الصدر، الشهيد محمد الصدر قدس والد السيد مقتدى، يعني وضح ما هي علامات الظهور وكيف يظهر الإمام المهدي ومن هو المهدي. فباعتقادي هذه القضية استغرب عندما يظهر يتصدى أحد ويزعم مثل هذه المزاعم، خصوصا أنه يزعمها على رجل إلى دوره. اليوم التيار الصدري كيان سياسي وديني واجتماعي، له أتباع كثر، لهم حضورهم وفاعليتهم وتأثيرهم، ولذلك غيابهم عن المشهد السياسي هذا الذي دفع الأتباع والمحبين والمريدين بمحاولات من هذا اللون. هدفهم من ذلك هو استدعاء التيار لما يمثل من حضور، خصوصا وأن التيار تصدى لقضية متعلقة بالإصلاح. فعندما نرى قضية متعلقة بفساد عقدي من هذا اللون، بطبيعة الحال من هذه الناحية قالها السيد، يعني أنه كيف لا أستطيع إصلاح التيار، بمعنى أن هذه القضية عندما تصدر ممن يزعم أنه ينتمي للتيار ويحاول تسويق قضية من هذا اللون خطيرة. فالتطرف اليوم عانت منه المجتمعات البشرية عبر التاريخ. العراق أن من هذه التفسيرات وهذه القراءات التي تأخذ بنا إلى جهة التطرف. إحنا اليوم بحاجة إلى أن نمارس الوعي بطريقة مسؤولة وخلاقة، بحاجة إلى أن نعيد قراءة الموروث بطريقة ملهمة، بطريقة تمنحنا الحياة، تمنحنا أن نتعاطى مع دين واقعي، دين له مؤثرات واقعية ثبت بنصوص قرآنية ونبوية وإلهية واضحة.
نقلها أئمة أهل البيت عليهم السلام والصحابة النجباء، وهي واضحة لا تحتاج إلى مزيد من نظريات المؤامرة أو ما شاكل ذلك. ومن هنا أنا باعتقادي هذه القضية ينبغي مواجهتها بطريقة هادئة وبطريقة عادلة ومشروعة، ولا بد من إعادة الأمور إلى تفسيراتها وإلى قراءاتها التي تنتمي إليها وفق معايير وفق السرديات التي بين أيدينا والسرديات المعتبرة من هذه الناحية. شكرا. طيب سيد رحيم، هذه الطريقة الهادئة في التعامل هل يجب أن تكون في الإطار الديني التشريعي أم بالإطار القانوني مثلا؟ يعني رأينا اليوم تحرك من محكمة الكرخ، في أي إطار؟ خاصة أننا يعني نواجه الكثير من هذه الاجتهادات، دعني أسميها، من المريدين، هي ليست المرة الأولى. أنا باعتقادي الجميع خاضع للقانون، ومؤسسة القضاء مؤسسة معنية بكل تأكيد بمتابعة مثل هذه الانحرافات وهذه التطرفات، لأن هو المجتمع عبارة عن قانون، عبارة عن مؤسسة قضاء. يعني بكل تأكيد مؤسسة القضاء على العكس معنية، والجميع معرض للمساءلة القانونية فيما إذا تصرف على نحو من شأنه الإساءة إلى المجتمع، من شأنه الإساءة إلى السلم المجتمعي، من شأنه الإساءة إلى الذائقة، إلى الآداب العامة، إلى الحياء العام، إلى العقيدة العامة. طالما أن هناك عقيدة دينية، الحريات العامة وحرية العقيدة بكل تأكيد تضع القضاء أمام مسؤوليته من هذه الناحية، ويردع ويمنع كل من يحاول الإساءة إلى مدونة دينية، مدونة عقدية معدة معتبرة شرعا. ومن هذه الناحية على العكس أنا يعني أحيي القضاء عندما يتصرف على هذا النحو، أحيي القضاء عندما يتصرف بمسؤوليته، هذه المسؤولية العظيمة والكبيرة، عندما يخضع الجميع للقضاء والقانون على وجه يحقق به العدل ويحقق به الأمن لجميع المواطنين. طالما شعر، عندما يشعر القضاء ويشعر أن هناك، يعني وظيفة الدولة، يعني مهمة مؤسسة الدولة هاي، الدولة هي راعية للجميع، ومؤسسة القضاء ركن أساسي من أركان هذه الدولة. لا يمكن تصور وجود دولة بكل ما تعنيه الكلمة من دولة ما لم يشتمل على مؤسسة قضاء رصينة. هذه المؤسسة مهمتها إخضاع الجميع للقانون وفق العدل الذي حدده القانون والدستور. فبكل تأكيد عندما تظهر دعوة من هذا اللون لا بد للدولة أن تأخذ دورها الممثلة بالقضاء، وأعتقد مؤسسة القضاء من هذه الناحية تقوم بدورها على الوجه الأكمل. سيد رحيم، جئت على ذكر مفردتين في غاية الأهمية، وهي التجهيل والفراغ، وهناك من يعمل على تجهيل الشارع أكثر فأكثر وعلى تكريس مبدأ الفراغ. وللأسف أنت تعلم هناك يعني الكثير من الأميين ومن أصحاب العقول البسيطة في مجتمعاتنا العربية. لكن عموما سيد رحيم، اختلطت الكثير من المفاهيم، ومنها مفهوم القدوة. لأي مدى نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قدوة إصلاحية، إلى عملية إصلاح فكري؟ موضوع الإصلاح الفكري ماذا يتطلب بشكل لا يتعارض مع المدنية؟ والله يا أستاذ سعيد، هاي مثل قولي قالت الضفدع قولا لسان حالي فسرته الحكماء في فمي ماء وهل ينطق من في. بكل تأكيد إشكاليتنا العقيمة والعميقة هي إشكالية وعي، غياب النخب المعنية بإنتاج الوعي، تغييب النخب المعنية بإنتاج المعي. باعتقادي وسائل الإعلام بشكل عام، وسائل الإعلام لم تولي محركات الوعي ولم تولي مؤسسات الوعي، لأن هي من الذي يوقف بوجه التجهيل؟ الوعي. لا بد من وجود نخب ثقافية وأكاديمية، الثقافية في المقام الأول، لأنه ليس بالضرورة أن النخب الأكاديمية تمتلك وعيا بقدر ما تمتلك اختصاص. يعني مو بالضرورة أن الذي يمتلك مؤهل تعليمي يمتلك مؤهل ثقافي ووعي. لذلك عملية إشاعة الوعي عملية غائبة ومغيبة باعتقادي. ليش؟ مسؤول عنها مؤسسات المعنية بالوعي. أكو مؤسسات نعتقد أنها مؤسسات علمية لكن في الواقع هي مؤسسات تجهيلية. اليوم التجهيل أوصلنا إلى ما نحن فيه.
اليوم التجهيل أوصلنا إلى هذا الصمت، ونحن نلوذ بصمتنا أمام مشهد سياسي ومشهد عراقي بائس. يعني مع الأسف يعني كل يوم نلاحظ في هذا المشهد وجود مثل هذه الطرهات، إذا جاز التعبير بهذه الكلمة والتعبير. فيا أستاذ سعيد، بكل تأكيد أنت عندما تغيب محركات الوعي، تغيب مصانع الوعي، تغيب المؤسسات المعنية بإنتاج الوعي، أو هي غائبة بالأساس، لها وجهان، أما أن تكون هي غائبة أو مغيبة. وبالذات الإعلام معني بهذه القضية، يعني وسائل الإعلام لم تسلط الضوء بما يكفي، لم تذهب إلى محركات هذا الوعي بمواجهة التجهيل. عفوا تفضلي. وأنت لأي تفسير تميل؟ هل هي غائبة أم مغيبة؟ ومسؤولية من عدا وسائل الإعلام؟ كيف يمكن أن نثقف الشارع بمدارس دينية، بمدارس حوزوية، يعني يكون لديهم وعي من هذه النخب التي تتحدث عنها وهي غائبة؟ لا، بكل تأكيد. وبهمني أعرف رأيك، غائبة أو مغيبة؟ الدولة في المقام الأول هي لا، هي بكل تأكيد مغيبة أكثر مما هي غائبة. نعم. مغيبة أكثر، لأن محركات الوعي خائفة وتلوذ بخوفها من المقدس والمدنس، خاف أسولف حكاية والمقدس ما يرضى علي. من الطبيعي جدا أن هناك بعض النخب تخشى أن تعطي تفسيرات وقراءات لبعض المشاهد والمواقف، لأن المجتمع كما تعلمين المجتمع يستولي عليه، إذا جاز التعبير، يستولي عليه الدين الشعبوي، الطقوس الشعبوية. وهذه الطقوس منها ما ثبت أنه ينتمي إلى العقيدة الدينية والمدونة الدينية، ومنها لا، ما إلى أصل يعني. فلا يوجد نخبوي يمتلك الجرأة والشجاعة حتى يقول عمي هذا صحيح وهذا مو صحيح. فأنا باعتقادي مغيبة أكثر مما هي غائبة. غائبة نعم بمقدار ما. وأنا باعتقادي مراكز إنتاج الوعي، مؤسسة الدولة هي المعنية في المقام الأول، المؤسسة التعليمية معنية في المقام الأول، المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، مئات مؤسسات المجتمع المدني، محلات وواجهات ويافطات، ما شفنا أنها تمارس ما يتعين عليها من دور. اليوم مؤسسات المجتمع المدني هاي اللي يسموها NGO مهمتها أن تكون مبثوثة في أوساط المجتمع، مهمة رفع مستوى الوعي للمجتمع، في حين نجد أنها مجرد يافطات تعلق في بعض المكاتب وليس لها دور في كثير. هسه لا، ليس على سبيل الإطلاق في بعض المؤسسات، بس أنا باعتقادي غير كافي. الآن إحنا في بلد فيه طوفان من التجهيل، طوفان من يجتاحه التجهيل، فأنت كم تحتاج حتى تواجه التجهيل وتحاول تصويب هذه الدلالات، تصويب وتفكك هذه الأزمات والإشكاليات في المعرفة. قضية الوعي قضية خطيرة، يعني قضية خطيرة، لأنه ما عندنا دولة بمعنى لا وجود لمشروع دولة يأخذ على عاتقه إشاعة الوعي، زرع الوعي، يأخذ على عاتقه بدل من المواجهات الأمنية أو نحو ذلك. احنا نحتاج اليوم إلى أن نرفع مستوى الثقافة لدى المجتمع. شلون ترفع مستوى الثقافة؟ يبدأ من المنشأ التربوي الأول، البيت، المدرسة، المؤسسة الدينية أيضا معنية. على المؤسسة الدينية عندما تجد أن هناك حالة فساد عقدي في قراءة معينة، في خطاب معين، في جهد معين، لا بد للمؤسسة الدينية أن تراقب منابرها مراقبة مسؤولة، تراقب منابرها. يعني اللي يعني مو كل واحد صعد المنبر صار نبي ومطلق ومعصوم. بكل تأكيد فيه الغث وفيه السمين. من الذي يحدد؟ من يجرؤ على أن يقول أن هذا غث وهذا سمين؟ لا بد من مراجعة هذه القضية مراجعة مسؤولة. طيب سيد رحيم، أمام هذا المشهد، يعني في المقدمة مسألة الوعي وأيضا خطورة التجهيل، هل تعتقد بأن هناك وسطية واعتدال مطروحة على الطاولة في كافة الجوانب؟ وكيف لشخص ما أو لجماعة ما أن تحقق مبدأ حرية الرأي وحرية الفكر دون المساس بالمبادئ العليا، بالأفكار الدينية السامية، ودون أن تمس أولي الأمر؟ شوف أستاذ سعيد، هذه أوروبا التي نعرفها لم تحظى بهذا الرخاء وهذا التقدم وهذا التطور، إنما يعود الفضل للإصلاح البروتستانتي. هذا الإصلاح حصل من قبل راهب أو قس شاب هو الذي
حقق هذا الإصلاح بكل ما عليه وراحت أوروبا إلى ما هي عليه الآن. إحنا اليوم بحاجة إلى إصلاح واقعي، علينا أن لا نختبئ خلف أصابعنا، علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها. إحنا عندنا إشكالية تغييب وغياب الوعي، لا بد من هذه الناحية الذهاب إلى لا شوف المجتمع العراقي عبر تاريخه، عبر تاريخه مساحة الوسطية والاعتدال فيه أكثر من مساحة التطرف. عبر تاريخ العراق لو بدأت بمراجعة تاريخ العراق من العباسيين إلى يومنا هذا، المجتمع العراقي ميال بطبعه إلى قبول الآخر. لولا هذه الأدران التي أصابت مفاصل المجتمع، هذه الأمراض، هذه العقد، هذه القراءات الوافدة، إجت قراءات وافدة، وأكثر القراءات الوافدة تغلف مع الأسف بغلاف دين طقوسوي. عندما تغلف قراءة وافدة بغلاف ديني يصعب جدا على المثقف وعلى النخبوي مواجهته، يخاف، ما يملك لا الشجاعة ولا الجرأة وما عنده الآليات والأدب، فضلا عن تعذر وجود الأدوات الفكرية والمعرفية لدى كثير من المعنيين بمؤسسات الثقافة والوعي. يعني هذه أنا أقولها بملء فمي، أنا عايش بالمجتمع مو بعيد عن المجتمع، ولا أقولها على سبيل الخصومة أو نحو ذلك، بقدر ما أنا أشعر بمسؤوليتي الأخلاقية والإنسانية والوطنية عندما نرى مثل هذه الحالات. ولكن الحقيقة يحسب لسماحة السيد مواقف الحاسمة والحازمة حيال عدم السماح لمثل هذه الحالات بالتفاقم، وأوقفها عند حدها وفي مهدها، وإلا لكان حصل ما حصل من هذه الناحية. إحنا باعتقاد اليوم مطالبين، أنا أعتقد وأوصال الوسطية والاعتدال ثقافة معقولة ومقبولة، وثقافة يألفها العراقي والذائقة العراقية تألف. أنا على يقين أن هذا العراقي يتلقى الخطاب المعتدل، الخطاب الذي يشعره بالحياة. يعني أعطوا الناس حياة، أعطوا الناس سعادة، أعطوا الناس حب، أعطوا الناس، اتركوا الناس، ما تجيبوا لهم معكم غير الماضويات. مو معقول يعني إحنا هذا كل حاضرنا، كل حاضرنا لازم نعيشه بأدوات ماضويتنا. طيب هذا الحاضر ما بي أدوات، ما بي استحقاقات، بالتالي الحاضر والمستقبل له استحقاقات تختلف بكل تأكيد. نعم بعض التراث أو بعض الماضويات نحترمها ونعتقد بها ونعمل بها، لكن لا على سبيل الإطلاق، لا أن تأتي وتحاول أن تأخذ عقلك بكل ما يمتلك من قدرة على التفكير توقفه وتمنحه لغيرك ليفكر بدلا عنك. يعني ليش؟ يعني مو صحيح. يعني آيات التفكير التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى جد دعوات للتفكر بخلق الله، بآفاق الله، هاي التفكر، هذا التنوع العظيم. لماذا لا نحب التنوع؟ خلت مين نفوسنا يجب أن تتوق، جد تتوق نفسك إلى لون الأزهار، لون الطبيعة. طيب مو هذا التنوع؟ هو هذا، عليك قبول التنوع بما هو تنوع. في بلد لازم تفرح وتشكر الله تعالى على أنك في بلد تميز بالتنوع والتعدد. نعم. والأمور، وهذا التنوع، لكن مع الأسف محارب اليوم الذي يتبنى خطاب الاعتدال والوسطية وقبول الآخر وثقافة التنوع معزول، لأن حتى المؤسسات، حتى بعض المؤسسات المعنية بإدارة التنوع وحوار الأديان وحوار التنوع أيضا هاي احتكرت، تم احتكارها من قبل أحزاب. نعم يا أحزاب رحيم. بعض أحزاب السلطة هي أخذت على عاتقها أن تتبنى بعض المنظمات وبعض الجهات المعنية بإشاعة بحوار التنوع وحوار الأديان. يعني مشكلة هاي المشكلة. والله يا سيد رحيم، لو كان الموضوع يعني بيدي لبقيت معك حتى ساعات الصباح الأولى، لأنه لا يمل من مفرداتك الحلوة ومن تقريرك الشيق والممتع والبسيط والعميق في ذات الوقت الذي نحتاج إليه من قلب المجتمع. السيد رحيم أبو رغيف المفكر العراقي، شكرا جزيلا لك.